مشاهدي صوت الساحل التونسي، عسلامة ومرحبا بكم في برنامج لقاءات ثقافية. مدح وأذكار في حق المصطفى المختار، هزيج وأنغام متنوعة وكثيرة من تراث ساحلنا الكبير. اليوم باش نتعرفوا على فرقة العساوية بالمهدية بقيادة السيد محمود صفر. سي محمود عسلامة ومرحبا بك. مرحبا بك سيدي وعسلامة بالقناة صوت الساحل. حبينا نتعرفوا على تاريخ فرقة العساوية بالمهدية أو الحزب اللي الناس تعرفها بكلمة حزب. حزب المهدية هذا عنده تاريخ قديم، ومن أقدم الفرق، هي الفرقة هذه اللي عندنا الموجودة بالنسبة للي قاعدين يخدموا، ومن عهد عام تأسست عام 74 بقيادة الهادي قمر، وبعتالي شدها حسين قريع الطبال، وبعتالي علي عبد السلام ومحمود صفر، ودوم الفرقه دي نتاعنا المنشاه الجديده تو انا حاصيله فرقه بسام الغاوي وعلي عبد السلام وحاصيله للشباب هذوما جديد، وقاعدين نقدموا في اجيال اخرى ونجيبوا في اجيال اخرى ندربوا فيهم ونعلموا فيهم بحول الله، وتم وجود تواصل في الـ في الـ في الـ في العناصر هذوما. نتعرفوا على المنتوج اللي تقدمه الفرقة، متنوع بين أذكار وبين مدائح بين أغاني تراثية تجمع بين المالوف وأغاني من أعماق تراث ساحلنا الكبير. لو كان تحكينا على تنوع الأغاني وتنوع المنتوج اللي تقدمه الفرقة. الأغاني للعيسوية أنا مختصة بها ولاية المهدية، يخدموا المالوف، يخدموا المدائح والأذكار على الرسول عليه الصلاة والسلام، يخدموا الطريقة الصوفية، طريق القادرية، نخدموا طريقة حصيل كل ما أصطف السليمية، زاد السليمية تدخل فيها السليمية، حتى معنا أذكار متاع السليمية حصيل. شاركنا في برشة بلدان، شاركنا في شدنا مشينا لليونان، مشينا الكارديستا في بلاصة يقولوا لها كارديستا في تبادل ثقافي، مشينا لإيطاليا سان فيتو لو كابو مهرجان الكسكسي في إيطاليا، مشينا لفرنسا الهوت سافوا ساينود، خدمنا زاد عملنا زاد غادي كاي اسمه المهرجان الدولي والمعرض الدولي بساينود في ثلاثة مرات نمشيو حاصيلو، وخدنا برشا جوائز زاد في سيدي بولبابا، خدنا في عملنا في مهرجانات في كامل الجمهورية، وكان قبل في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، قبل كنا نمشيو في الأعياد الميلاد نتاع الحبيب بورقيبة، فهمت؟ كنا ننشطوا في كل المهرجانات. نشاط ثقافي تراثي يجمع بين الفن والموسيقى، إبداعي باش نقولوا، أكيد مش يكون ينال رضا الجمهور الداخل في داخل ولاية تونس، ونحكيوا أيضا خارجين. نحب نحكي على داخلين، شنو هي أكثر نشاطات تقوم بها؟ تقوموا بالاحتفالات كما الأعراس كما طهور؟ كيفاش ينديوكم؟ منين تخرجوا؟ كيفاش تقدموا نشاطكم؟ أنا ما عملش حزب نتاع المهدية، تسمى ما عرسش بالنسبة في المهدية، فهمت؟ اغلبيتهم راهم عندنا الخرج دوما الخرجه في نقول الخرجه دوما نقول الدخول في العروس، اما يدخل كان بالعيساوي ما عادش قبل كانت ممكن انه حسيات والواحد خاطر احنا خصوصيه نتاع العرس نتاعنا يلزم يقعد قدام القهوه وتتعدى عروسته قدام من قدامه هو باش يتهنى عليه، هو يتعدات باش هو احنا نتعدى ونخرجوا به بعد اللي بالخرجه نقولوا احنا تسمى الخرجه، تدخل بالخرجه صناجق وكانون تقهورانا وحتى من عامة الناس تقع حافظين العيساوية ورانا يغنيوا معنا ورانا وتقع ناس حافظة راهو ناس حافظة حتى العيساويات معناها داخلة في تراث راهو في قلب صلب المواطنين تاع ولاية المهدية هنا في رجيش في زقانة في هيبون في برج الراس، معناها كان ما تمش واحد بالقليلة بنا ممكن اللي ما يعرفش العيساوي ما يعملش عيساوي، بنا من الأغلبية خدمة العيساوية هي اللي موجودة، اللي عندك الخرجة وعندنا السهريات نعملوا سهريات وعندنا تورات تور
نعملوا تور في يعملوا فرصة في العشية ويعملوا ونعملوا قاعدة في وسط في الصدار عربي ولا كما يقولوا في البر حصلوا ونقوموا بالعمل نتاعنا احنا على احسن ما يرام وناخذ نعملوا العيساوية معناها النشاط نتاعنا الموجود في العيساوية. Thank you.
شاعي سويت المهدية ما قاش كان في المهدية، ولم كل ولايات الساحل وحتى في المناطق الداخلية وتونس كافة. نحب نحكيو على الأهزاج التراثية ونحكيو على الأغاني اللي قلت أنت تراثية، الشباب قاعد يتناقل فيها جيل بعد جيل، قاعد يحفظ فيها، قاعد يحافظ على الملوف، قاعد يطور فيها وقاعد يحيي فيها في كل حفلاته، الحفلات اللي ما تغيبش على كل دار تونسية. احنا اختصاصنا مختصة في ولاية المهدية، اختصاص نتاعها غير الاختصاص نتاع الولايات الاخرى، راه ماهيش كيف كيف. احنا عندنا نقولوا البطاشيه في وسط العيساويه، النوبه الاخرانيه اللي تجي من الاخر، فهمت، هي المختصه فيها الساعه المهدي. بقينا عندنا لهجه العيساويه ولهجه خدمه تقديم العمل نتاعنا كعيساويه، الايقاع ايقاع ديما كونتر كو على حسب الايقاعات نتاع حسب الموجود في العيساوات الاخرى، تختلف ياسر كل البعد في انا على حسب من مدينه لمدينه، ماهيش نفس الخدمه اللي يخدموا فيها مثلا في سوسه ولا في مستير ولا في صفاقس، نعتمدوا ياسر على الايقاع. ايقاعنا احنا في معناها نخدموا تسمى لي كومباليمون، معناها نخدموا الايقاع المختلف على بعضه، على ما ينجمش يعطيك رونق حلو ياسر. علاش كيف تسمعوا من بعيد اي مهدوي يسمع ايقاع في من الايقاعات العيسويات ويعرف هو راه هذاك عيسوي مدي، خاطر مختصه ياسر الايقاع خاصه والغناء. الاغاني نتاع العيسويات المهدي هي الاغلبيه، فهمت، قلت لك تاخذ كوكتيل متنوع، مش حاطط على حسب النمط على عيسويه بقى هاو. عيسويه صحيح كان تدخل فيها قادريه، تدخل فيها سليميه، تدخل فيها عزوزيه، تدخل فيها عسيل ومالوف. احنا مثلا نخدموا المالوف زاد في برشة مناسبات ويشيخوا عليه المالوف، معناها يحبوا المالوف اما على طريقه العيسويه نتاع المهدي. هذه المختصه فيها في العيسويه. ايضا الرقص والسناجة قلنا والكانون والاحتفالات، الجو الاحتفالي اللي اثث سهرياتكم وياثث معناها احتفالاتكم واحتفالات المهدية. حبينا نحكيو شوية زاد على توارث العساوية من جيل بعد جيل، عرفنا اللي فما برشا ناشطين معاكم صغار شباب، هل فما اقبال من الشباب على هذا النوع من الغناء او هذا النوع من الفن؟ يعني موجود مغرومين برشا، معناها جل الشباب راهو جل الشباب، حتى لو كان مش ينجم يتعلم في العيساوية، اما جل الشباب راهو حافظ العيساوية ومغروم بالعيساوية. تو انت كان حضرتش على ممكن في فرح من افراح من الاعراس نتاع المهدية، تلقى اغلبيتهم يغنيوا مع الفرقة، وهذاك علاش احنا ما نخدموش بالابواق، بقول لك ما نخدموش بالميكروات، على اساس الاغاني فهمت الناس تحفظها معنا على حسب العيساويات. والناس كل كانوا يعملوا صف ويعملوا الخطيفة ويعملوا حصيل، هذه العيساوية، هذه حصيل عيساوية المهدية من نادر اللي بيشتقاها في الولايات الأخرى. أنا حسب ما نجي نلخصه نقوله هي عساوية تجمع عدة أنماط غنائية موسيقية، تراثنا تحفظ تراث الساحل، تراث تونس الكبير، يلم عساوية يلم سلامية يلم قدرية كما قلت أنت في جو بهيج، يجمع ثلة من الفنانين والكوكتيل. حبينا نحكيو زاد على العيساوية دي، اسكو فما تطور، اسكو تحبوا تخرجوا بها خارج حدود الوطن، تعرفوا بتراث تونس وتاريخها، إضافة إلى مشاركتكم اللي تتم خارج حدود الوطن، انتم ما تنجموش تطوروا من هالفن وتعرفوا به وطنيا ودوليا؟ لا، هي من ناحية التطور راهي ماشية للتطور، واحنا مش من تو تطور يحصل، من عهد نجيب الخطاب كانت لو سمحتم، وكانت النورس الموجوده في وسط الواحد هي العيسويه تاع المهدي، فرقه راقصه، لوحات راقصه، لوحات تعمل الكوريوغرافيه نتاع الرقص حصير، وتخرجنا به برشا بلدان، راهو عملنا به برشا بلايس، والتو الى حد الان تو احنا كترا في العيساوي كانت قبل يقعدوا في الجرايم ما يتحركوش،
برسك تقريبا حسب الوقت كان زوز دربكيك هاو ينجي ولا فما لوحات فنية لوحات فنيات ايوه اليوم هذا يولد يولد تجمع بين الفرجة والسمع هذه العيسوي معناها تطورت واحنا ماشيين للاكثر من هيك ماشيين باش نعملوا اكثر شباب ونعملوا اكثر لوحات وان شاء الله بحول الله احنا شنو كان شويه تشجيع من الدوله وكانت عندنا دار ثقافه كنا ننشطوا فيها الله يسامحهم انا عارفش علاش دار ثقافه وغلت مسكره ما عادش تحبوا العيسويات والدور الثقافه العيسويات والانشطه تدخل فصل هذيك الاحتمال نجم واحد نزيدوا هضره تو خاصنا فصل في تنجم باش تقول لك تكري محل ولا تكري ما تنجمش تكري تنجم تخدم باش تنجم تنشط تعمل فيه نشاط ثقافي نتاعك باش تنجم تبدع فيه تنجم تخلق فيه اشياء جديده يومنا هذا برشا اشياء راهو نقصت علينا علاش قبل كانوا على زاد على زاد المهرجانات لا المهرجانات على حاصل للمشاركه نتاع الكونكور معناها تم منافسه تم يجيبوا لنا معناها وقتك قبل على حسب علمي نتفكر في ديك اسمه دماغ وفي اسمه رئيس زاد هذاك من حاصلوا يعدي لك مهرجان مسابقات والمسابقات تكون يتنافسوا فيهم العيسويات يتنافسوا فيهم النحاسيات يتنافسوا وياخذوا بعدين من الاخر شكون الجوائز وكان تم منافسه شديده ومن هذا تو ما عادش نقصت الحكايه هذه ولات منها انا تعمل الاغلبيه الفرق تعمل على روح أنا أنت كان إحنا تسمى بمجهودنا الخاص خرجنا الشباب هذاي والجيل هذا وتسمى قاعدين نبذلوا بمجهود منا إضافي منا على حسب بل لا بل نجم دولة إيه تم دعم من الدولة تم دعم من دور ثقافة من وزارة الثقافة بل كان سي شاد لي عزابه الله يبقيه يدور لي ولا مازال مندوب في 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 سوسة حاصيله كان هو حال زاد برشا افاق هنا في المهديه وكان تم وقائم مجهود زاد تم قائم مجهود للتنشيط في دور الثقافه يومنا هذا راهو تفقدت راهو في دور الثقافه بالاغلبيتهم راهم مش قاعد كان ينشطوا في حوايج ولا ما نعرفش يعني مش على كتراث ولا كواحد ما يشاركوناش ما نعرفش علاش ولا ما نعرفش ورغم ذلك احنا من يعني من عام 79 يعني في دار الثقافه غادي 79 انا رغم ذلك كنت ثاني نخدم في النحاسية ما أنا عندي مو في النحاسية وبعدين نقلت للعيسوية رغم هذه الصعوبات تبقى عيسوية المهدية اسم معناها له بريقه يؤثث كل احتفالات في المهدية وخارج المهدية اسم يجمع التراث اللي يذكر عيسوية المهدية يقول مش يعدي معناها سويعات وهو يتفرج في أحسن اللوحات ويشنف آذانه بأصوات وأغاني جميلة من التراث تراث الساحل وتراث تونس الكبير كلمة للشباب وللناس اللي تتفرج فينا وتحب تزيد تتعرف على عيسوية المهدية كلمة ختام حبيناها تجمع بين الماضي والحاضر عيسوية المهدية أنا ننصح الشباب يتعلمها علاش لا الشباب هو المشعل نتاع الاجيال القادمه والمشعل نتاع الاجيال اللي مشات على رواحها راه زاد ما تنساش انت الجيل القديم عنده فضل في احنا تو الموجودين وعن الفضل الاجيال القادمه خاطر التراث هو هذا ما يموتش بحول الله عباره كما تسمى من جذورنا من اصالتنا من تقاليدنا ننصحهم ايش بيه العيسويات راهو العيسويه نتاع المهديه من اعرق ومن احسن الاغاني اللي في وسطها ومن احسن التراث اللي في وسطها وغنيه راهي المهديه ككل راهو في عندها في الاغاني خاصه بها راهو موجودة أغاني على الأولياء متاع المهدية موجودة على أغاني معناها متاع يخدموا فيهم ولتو عنا المشتات يعني يقول المشتات متاع في المهدية حصيروا طوروا زاد ما قلتش لا طوروا برشا في برشا فرق أما لكن احنا باقي يقعد تراثنا وهي العيسوية متاعنا تقعد معناها ديما قيمة الذات
وان شاء الله بحول الله ان شاء الله الشباب هذوما اللي موجودين هذوما الصغير هذا ينشط في الـ في الـ في الـ في الـ في الفرق هذوما ويخدم معناها علاش لا وماذا بينا في تراثنا ما يموتش خلاص تراثنا يبقى حي وفضلكم وفضل خيرة من الشباب التوانسة اللي يحبوا يشاركوا في مثل هذه العسويات وأيضا الناس اللي تشجع العسويات ونتمنى أن الدولة وسلطة الإشراف والسلطة الثقافية تزيد تشارك العسويات والفرق اللي تحافظ على تراثنا وتسعى لجمع مخزوننا مخزوننا الفكري مخزوننا اللي فيه برشا أغاني من التراث أغاني تعبر عن حالة تونس وما نجمش نتقدمه من غير ما نعرفه ماضينا وتراثنا وإلى اللقاء في لقاءات لاحقة.
Thank you.
عليكم.